بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ولدي عليه كفارة قتل خطأ شهرين متتابعين، صام شهرا ثم مرض مرضا طلب منه الأطباء الإفطار، ثم أكمل بشهر إلا 3 أيام، ثم رجع إليه المرض فأفطر بطلب من الأطباء، فهل هذا الصوم يجزي وما حكم الشرع فيه؟ نعم، الصوم يجزي لأن إفطاره لعذر، والإفطار لعذر شرعي لا يقطع التتابع، فيكمل الشهرين ولو أنها متقطعة بالمرض والإفطار وليس عليه شيء، والحمد لله.